أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية الحية والمباشرة من قناة سامراء الفضائية، ولدائما عودتكم أن تلتقيكم بكل خير وتبشركم بالانتصار دائما. مثل ما تعرفوا أنه إحنا بمعركة حاسمة، نخوض معركة مهمة ضد الإرهاب، ضد داعش، وخصوصا حجم الانتهاكات اللي تحصل بهذه الأيام. داعش بدأ يضعف وبدأت قواه تنفذ، يقابله تقدم أمني وعسكري من قبل أبطال الجيش العراقي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو معركة الموصل بين كفتي نصر متأرجح. للأسف يعني احنا نعرف انه حجم الانتصار اللي قدمه الجيش العراقي تقابله أنباء سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة عن انسحابات تحصل، عن توقف عمليات، وإحنا نعرف أنه موضوع توقف العمليات بهذا الوقت بالذات، توقف العمليات العسكرية، هو بحد ذاته موضوع شائك وغير مناسب بالوقت الحالي، على اعتبار هنالك الكثير من العوائل بانتظار النصر، بانتظار وصول الجيش العراقي إلها حتى ينقذها من داعش، قبل ما أن يستخدمهم داعش كدروع بشرية أو قبل ما يقتلهم. طبعا كان هنالك تقرير لمنظمة الهجرة الدولية أو المنظمة الدولية للهجرة، إذا موجودة الصورة، عن أعداد النازحين. يعني احنا نشوف انه هو يعني بالموصل وبمناطق اخرى نسبة النزوح هي نسبة كبيرة جدا، مقسمة مناطق الموصل باكملها، وكل منطقة ايش قد صار بيها عدد نازحين. يعني المجموع الاجمالي لاعداد النازحين منذ بدء العمليات العسكرية صار 104,424 نازح من الموصل بكل مناطق الموصل. يعني العدد الإجمالي هو هذا العدد. طبعا نسبة كبيرة جدا للأسف. يعني أكو هنالك غيرهم عوائل موجودة لحد الآن داخل الموصل، محاصرة بانتظار وصول مساعدة لها من قبل الجيش العراقي وكل الصنوف التي تقاتل مع الجيش العراقي. طبعا معركة الموصل مستمرة، ومثل ما شفنا بهاي الصورة انه يعني اعداد كبيرة من النازحين ونسبة نزوح كبيرة. معركة الموصل مستمرة، يعني احنا نعرف انه الجيش العراقي يتقدم واخذ لمناطق مهمة من الموصل وتحريره لأماكن كثيرة. ايضا لو نتكلم شوية عن نترك الموصل ونتكلم عن الشرقاط، هنالك كان انباء واخبار يعني هي صحيحة عن توقف العمليات منذ اسبوع ولحد الان. السبب الرئيسي على أساس أنه جمع عناد أصيب بهذه يعني بهذه أحد العمليات وما أدى إلى توقف العمليات. طبعا إحنا بانتظار مراسلنا عمر تايه حتى يوافينا بأبرز التفاصيل وتفاصيل توقف عمليات الشرقاط، عمليات العسكرية. ايضا يعني اليوم كان هنالك انباء عن استخدام داعش لاكثر من 600 سياره مفخخه منذ بدء عمليات الموصل، وهذه طبعا نسبه كبيره جدا. احنا طبعا بانتظار مراسلنا عمر تاي حتى يوافينا باخر التفاصيل والمستجدات. يعني منطقه الساحل الايسر ايضا احنا عرفنا هو لا زالت خاضعه لداعش ولسيطره داعش. يعني الجميع اليوم بانتظار وصول اسناد
بانتظار وصول مساعدة، بانتظار وصول يعني جهة تحررهم وتخلصهم من داعش وسيطرة داعش وظلم داعش وبطش داعش وإنهاء المعاناة كلها. طبعا عمر تايه مراسلنا من أرض المعركة صار ويانا الآن. مساء الخير يا عمر. نعم أهلا يا عمر. نعم زميلتي أسمعك. مساء الخير يا عمر وأهلا وسهلا بك بتغطيتنا لهذا اليوم. عمر بالبداية حدثني عن هنالك أنباء كانت وهي طبعا أنباء صحيحة مثل ما قلنا عن توقف العمليات العسكرية في الشرقاط منذ أسبوع، يعني بحسب المعلومات اللي تملكها ما هو السبب الرئيسي وراء توقف العمليات العسكرية في الشرقاط؟ نعم بالنسبة لعمليات الشرقاط يعني انطلقت أكثر من مدتها أكثر من 10 أيام إلى 15 يوم. نعم. توقفت العمليات بسبب يعني إصابة قائد عمليات صلاح الدين، وبعدها انتقلت المهمة إلى قيادة عمليات تحرير نينوى بالنسبة للجانب الأيسر لقضاء الشرقاط. بالنسبة حاليا يعني أن تحرير قضاء الشرقاط الساحل الايسر تتولاه قياده عمليات تحرير بشكل يعني كامل. اليوم تحشدات من قبل قياده عمليات تحرير نينوى لتحرير هذا الساحل، ويعني يعني قبل قليل اتصلت بالقاده الميدانيين في قياده عمليات تحرير نينوى، بعد ايام قليله سوف تنطلق لتحرير الساحل الايسر بالكامل. طيب عمر حدثني عن الوضع الإنساني للنازحين داخل المناطق اللي تم تحريرها في الشرقاط. بالنسبة للوضع الإنساني يعني اليوم نرى منظمات مجتمع مدني، لا نرى مساعدات من قبل الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية في قضاء الشرقاط. يعني اليوم وصل عدد النازحين من الساحل الأيسر الحويكة والزاب والمناطق التي يسيطر عليه تنظيم داعش، اليوم نزحت ما يقارب 3000 عائلة إلى الساحل الأيمن من قضاء الشرقاط وإلى المدن المحررة، ولا توجد مساعدات لهم في هذه الوقت. يعني موجة برد والبرد القارف اليوم في المخيمات في الأماكن. يعني عمر ما مدى نسبة المساعدة المقدمة؟ طيب عمر يعني ما مدى نسبة المساعدة المقدمة للعوائل النازحة داخل المخيمات أو سواء كانوا داخل المناطق المحررة من الشرقاط؟ يعني هل هنالك جهات على تقديم متواصل لهم يعني المواد الغذائية والمواد الإغاثية، أم يعني هنالك بعض التقصير بهذا الموضوع؟ قبل يومين وصلت يعني مساعدات الى هذه العوائل البالغه 7000، وصلت 2500 حصه غذائيه فقط الى هذه العوائل. يعني المساعدات ليس بالحجم المطلوب للنازحين، يعني اليوم النازحين يحتاجون مادة النفط، مادة الوقود لتقليهم حال برد الشتاء، أيضا نعم. يحتاجون مساعدات يعني ملابس، أغطية، أفرشة، مواد غذائية. هذه يعني لا توجد هذه المواد، يعني الحكومة المحلية والحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني يعني لا توجد منظمات تساعد هؤلاء. طيب يعني كيف تقيم دور وزارة الهجرة بهذا الموضوع من خلال تقديم المساعدات لهم؟ هل هو دور كافي يتناسب مع حجم الضرر اللي يعاني اليوم النازح العراقي أم لا؟ بالنسبة لي يعني النازحين اليوم ومنظمة يعني ووزارة الهجرة والمهجرين تنصب يعني الثقل ينصب إلى عمليات الموصل، يعني نسوا قضاء الشرقاط، نسوا الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط أو الحويجة أو يعني الزاب، هذه المناطق التي لم يتم تحريرها. عندما نزحت هذه العوائل لا توجد يعني لا ليس بالشكل المطلوب. يعني اليوم وزارة الهجرة والمهجرين يعني ما تقوم بالشكل المطلوب لإغاثة هؤلاء النازحين.
طيب عمر، دعنا ننتقل لمحور آخر وهو محور محافظة نينوى مدينة الموصل تحديدا. حدثنا عن تقدم العمليات، أين وصلت الأجهزة الأمنية، جهاز مكافحة الإرهاب، الجيش العراقي في عملياته العسكرية في الموصل؟ بالنسبة لعمليات تحرير نينوى، الساحل الأيسر لنينوى تتولاه جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا الفرقة التاسعة المدرعة. إضافة لهذه القوات، اليوم وصلت قوات الشرطة الاتحادية وقوات فرقة الرد السريع إلى الساحل الأيسر. اليوم تتكحفل في الساحل الأيسر قوات لتحرير يعني مساعدة جهاز مكافحة الإرهاب. أما بالنسبة يعني القرى الأحياء التي تم تحريرها ما يقارب 40 حي من يعني أحياء الجانب الأيسر، بقت أحياء قليلة ويتم تحرير الساحل الأيسر بالكامل. أما بالنسبة للمحور الجنوبي جنوب الموصل، العمليات يعني متوقفة شبه متوقفة لتطهير وتنظيف الشوارع والقرى والنواحي التي تم تحريرها. أيضا هناك يعني تصل قوات من بغداد إلى الجانب إلى المحور الجنوبي من تحرير نينوى، تتجحفل على يعني خطوط الصد لقرية البوسيف وقرب يعني مطار الموصل. طيب عمر، يعني هنالك أنباء عن بطء بسير العمليات العسكرية داخل الساحل الأيسر، يعني ما مدى صحة هذه الأنباء؟ نعم، يعني كلما يعني العمليات العسكرية كلما تبطئ، انه هناك عوائل في الساحل الأيسر، في احياء الساحل الأيسر، عوائل في هذه الاماكن في الاحياء، يعني ما يسبب ب يعني بطء سير العملية. يعني اليوم يعني اطلق السيد رئيس الوزراء على يعني تحرير الانسان قبل تحرير الارض، والحفاظ على ممتلكات البنى التحتية وممتلكات المواطنين. طيب يعني أيضا عمر، يعني حدثني بهذا السياق عن الوضع الإنساني للعوائل داخل المناطق اللي تم تحريرها بالموصل. بالنسبة للعوائل، في أيضا هناك يعني تقصير من الجانب الإنساني، يعني اليوم لا نرى بالشكل المطلوب، تصلهم المواد الغذائية وبالنسبة للمياه والمياه قليلة، المشتقات النفطية قليلة، أيضا المواد الغذائية قليلة، ليس بالشكل المطلوب. يعني اليوم يستغيثون في الساحل الأيسر والمدن المحررة، يعني يستغيثون بالحكومة، يستغيثون بالقوات الأمنية يعني وصول مساعدات. القوات الأمنية يعني ناشدت الجهات المعنية. طيب يعني عمر يعني بهذا الموضوع، ما مدى حجم الدعم المقدم؟ بالنسبة للمساعدات لا تصل بالشكل المطلوب إلى هؤلاء يعني المحررين. طيب حجم الدعم المقدم أو المساعدة المقدمة تحديدا من وزارة الهجرة والمهجرين، واللي هي المفروض تعنى بالدرجة الأساس وبشكل مباشر بموضوع النازحين أيضا، خصوصا ونحن رأينا في الأيام السابقة القليلة مخيمات النازحين بدأت تتطاير في العراء ورياح عالية مع انخفاض شديد بدرجات الحرارة، يعني كيف تعلق على دور وزارة الهجرة بهذا الموضوع؟ بالنسبة لوزارة الهجرة والمهجرين، يعني قدمت لهؤلاء النازحين ما تستطيع، لكن يعني حجم النزوح وحجم يعني نزوح العوائل إلى هؤلاء إلى هاي المخيمات يعني كثير ويعني جدا عالي، لا يعني فاق يعني فاق المساعدات التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين. وزارة الهجرة والمهجرين قدمت ما تستطيع، لكن ليس بالشكل المطلوب.
طيب يعني اليوم النازحين، اليوم النازحين يحتاجون اكثر، يحتاجون دعم حكومي اكثر، لكن لا توجد هناك يعني دعم يتناسب مع وزاره الهجره والمهجرين ساعدت، وبعض المنظمات المجتمع المدني. اليوم ندعو كل المنظمات المجتمع المدني للتوجه كالمدن المحرره في محافظه نينوى. اليوم القوات الامنيه تسهل لكل من ياتي من قبل المنظمات المجتمع المدني لتوفير الحمايه لهم. طيب يعني ما الوجهه القادمه للقوات الامنيه بعمليه تحريرها لمناطق الساحل الايسر من الموصل؟ بالنسبة لي مثل ما ذكرت أنه القوات الأمنية بدأت تتجحفل. اليوم وصلت قوات الشرطة الاتحادية إلى الساحل الأيسر، وأيضا قوات فرقة الرد السريع لمساندة وتعزيز قوات جهاز مكافحة الإرهاب لتحرير الجانب الأيسر بالكامل. يعني اليوم قواتنا قوات يعني بمعدل فرقتين، اليوم وصلت من فرقة من الشرطة الاتحادية وفرقة من فرقة الرد السريع إلى الساحل الأيسر لانطلاق عملية كبرى لتحرير الساحل الأيسر بالكامل. يعني أيام قليلة مثل ما ذكرت أنه اتصل يعني في نحن في الميدان، يعني ذكر لي قائد فرقة الرد السريع أنه عملية قريبة إن شاء الله لتحرير الساحل الأيسر بالكامل. نعم عمر تايه مراسل قناة سامراء، شكرا جزيلا لك عمر ولكل المعلومات اللي قدمتها، شكرا لك يا عمر. إذا مشاهدينا شفنا هنالك الكثير من المعلومات، طبعا أكيد راح نتكلم بها مع ضيف آخر أو ضيف هو السيد روضان الشهر بعد قليل عندما يتأمن الاتصال معه حتى سياسيا نحلل الوضع وكل ما يدور من أحداث داخل مدينة الموصل. فاصل قصير ولنا عودة. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، متواصلين وياكم وموضوع حلقتنا لهذا اليوم معركة الموصل بين كفتي نصر متأرجح. يعني قبل قليل كلمنا عمر عن كم هائل من المعلومات وتحدثنا عن أمور كثر تدور الآن على الساحة السياسية سواء كان والعسكرية أيضا في الشرقاط أو الموصل، عن العمليات العسكرية أين وصلت الآن والوجهة القادمة لها، أيضا عن أعداد النازحين وعن مدى المساعدة المقدمة لهم سواء كان من منظمات مجتمع مدني أو المنظمات الدولية أم المسؤول المباشر اللي هي وزارة الهجرة والمفروض توفر لهم حد كافي وكم هائل وإيش قد ما تقدم لهم من مساعدات من مواد إغاثية هي صراحة لا تكفي ولا تتناسب مع حجم الضرر وحجم عددهم وحجم الضرر اللي هم به، تركوا منازلهم أهلهم، الكثير من عندهم قتلوا ودمروا وهجروا وداعش عمل الكثير بهم. المفروض أنه وزارة الهجرة أيضا تعنى بشكل مباشر وتراقب وتتابع أحوال النازحين. طبعا معنا ضيفنا السيد روضان الشهر. مساء الخير سيد روضان. سيد روضان؟ نعم نعم أسمعكم. مساء الخير، أهلا وسهلا بك بقناة سامراء الفضائية. حياك الله أختي العزيزة. تحياتنا لك. سيد روضان، بداية خلينا نتحدث عن الوضع داخل مدينة الموصل. هنالك أنباء تفيد بأنه هنالك تقدم بطيء للعمليات العسكرية والأمنية داخل مدينة الموصل. البعض قال بأنه هنالك تغيير بالخطط وتغيير بالأجندات وتغيير بأمور كثيرة داخل صنوف الجيش العراقي والقيادات الأمنية فيها. برأيك يعني هذا الموضوع اليوم تغيير الخطط وتغيير يعني القادة العسكريين ربما سيضر بمصلحة فئة معينة اللي هم المحاصرين من أهالي الموصل واللي ينتظرون العون والمساعدة لهم من قبل القوات الأمنية؟ أختي العزيزة، بالنسبة إلى عمليات الموصل هي العملية ابتدأت يعني رغم السرعة الفائقة التي
بدأت بها بالتحرير من جنوب الموصل، ولكن كان البطء هو عندما وصلوا أحياء الموصل التابعة إلى حي الساحل الأيسر. نعم. كون هذه المدينة هي مكتظة بالسكان ومكتظة بالبيوت، ويقطنها أكثر من 3 مليون عراقي نازح ما بين السكان أصليين محليين وما بين وافدين ونازحين من منطقة من محافظة الأنبار وصلاح الدين ومن محافظة كركوك. نعم. التغير بالخطة العسكرية كما أفاد السيد رياض جلال وعبد الوهاب الساعدي والسيد كلهم معنا السعدي، كلهم يعني قالوا بتغيير الاستراتيجية بالخطة المقبلة إلى الساحل الأيمن من الموصل، كونهم الآن اقتربوا من جسر الخويصرة يسمونه أو جسر الخافر. نعم. اللي يربط ما بين الساحل الأيمن والساحل الأيسر من مدينة الموصل. الآن الوضع في الموصل كساحل أيسر الوضع مسيطر عليه بكل هدوء وبكل ثقة عند جهاز مكافحة الإرهاب، والدواعش يعانون من انهيار، ولدينا معلومات دقيقة وتفصيلية عما عندهم في داخل الساحل الأيمن، وقد قمنا بإرسال هذه المعلومات إلى القيادات الأمنية التابعة لعمليات الموصل ولجهاز مكافحة الإرهاب. هناك انهيار تام، قد استهزوا كم من الانتحاريين من المأتوهين ومن الشذال يعني أعدوهم عندما يتقدم الجيش إلى الساحل الأيمن. هناك كلمة سر فيما بين داعش القيادات وما بين هؤلاء الانتحاريين. نعم. حينها يبدأون بتنفيذ هذه العملية البشعة والدنيئة، ألا وهي أنك تقتل نفسك على أخوك العراقي المسلم الذي هو نفس ديانتك. طيب. وهو ابن بلدك حتى وإن كان غير مسلم، سواء كان من باقي المكونات العراقية من مسيح وصابعة ويزيدي. يعني سيد روان، يعني طيب، يعني كان هنالك اليوم تصريح من النائب عن محافظة نينوى سيد أحمد أجبوري، والذي قال به بأنه معركة تحرير الساحل الأيسر ستنتهي في غضون 2 أسبوع فقط. هل فعلا اليوم أنه معركة الساحل الأيسر ستنتهي خلال 2 أسبوع فقط؟ نعم أختي العزيزة، الآن الوضع في الساحل الأيسر يعني مسيطر عليه تماما، يعني إلى قبل أكثر من 2 أو 3 أيام كنت على اتصال بمصادرنا من داخل الموصل ومن الأجهزة الأمنية، وصل إلى 40 حي في داخل الساحل الأيسر، وهي كل الأحياء 47 حي ما عدا الأحياء الحاصرة من قبل الفرقة التاسعة ومن قبل الأبطال، أيضا باقي الصنوف سواء كانوا حشد عسكري أو حشد شعبي. الأبطال الذين يسيطرون على أقرب الموصل ضيقوا الخناق على الدواعش في منطقة العطة وفي منطقة مناطق الجزيرة، منطقة الشبان والقريب أيضا من مناطق تلعفر، هذه كلها مسيطر عليها من قبل أبطال الحشد الشعبي. الآن ولاية أبو بكر البغدادي تنحصر ما بين الساحل الأيمن من الموصل وما بين البعاج والقحطانية، كونها الآن هي مركز البغدادي، البعاج والقحطانية، وإلى صقور الجو الأبطال وإلى التحالف الدولي يرجى رصد هذا المجرم الذي يعني فتك بالعالم والذي شل حركة عالم بأسره من وراء هذا الفكر النتف، واستقطب من خلاله كل الدواعش وكل المأتوهين من كل جزر العالم، أنه يتواجد ما بين حطة البعاد وما بين القحطانية التابعة إلى تلعفر، قحطانية الجزيرة وليس قحطانية سنجار. طيب يعني سيد روضان، يعني هل هنالك ضعف وانحسار وانسحابات بصفوف داعش الإرهابي، سيما بعد الانتصارات المتحققة من قبل الجيش العراقي ومن قبل الحشد الشعبي وكل صنوف الجيش العراقي؟ أختي العزيزة، الدواعش الآن هم أسوأ أيامهم، وأنا لاحظت من خلال تصفحي في المواقع التواصل الاجتماعي نزل لهؤلاء الدواعش مقطع كان يصور قبل أن يقتلوا، وإذا بالانهيار على محياهم يحدث الآخر، داعش يحدث يقول له لو أنك بقيت في سوريا أو في تركيا مو أفضل لك، وكذلك يقوم بإطلاق ما عيارات نارية خفيفة على القوات الأمنية، صاحبه يقول لا تطلق عليهم النار حتى لا يعلمون أنهم موجودين في هذا المكان ولا
يطلقون عليه النار، فكان وجوه هؤلاء الدواعش الخوف على وجوههم صفراء. طيب. اعينهم شاخصه، كلهم يعانون من سيد روان جميل. يعني بتفاصيل هذا الموضوع ومن خلال هذا الموضوع اللي بدنا نتكلم عنه الان، هنالك انباء عن انه داعش بالايام القليله السابقه بدا يوهم عناصره الاجانب بانهم امسوا قريبين من تخوم العاصمه بغداد، هل هذا اليوم هذا الموضوع بحد ذاته دليل قاطع على انحسار داعش وخوفهم من هروب عناصره الى مناطق اخرى، لذلك بداوا باستخدام هذه الحيله؟ اختي العزيزه، هم اناس يعني كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلي اعناق الادله القرانيه والاحاديث النبويه، فما بالك ان يكذبوا على ابن البشر سواء كنا عراقيين ام بلدان اخرى، هؤلاء عندهم من الكذب ومن الدهاء لا يعلم به الا الله عز وجل. نعم. ولكن نحن الان في زمن العولمه، ونحن الان في زمن التطور، منذ سنتين يقولون نحن مسيطرين، منذ سنه ونصف من تحرير تكريت ومناطق سامراء كان الدواعش في الشرقاط يحتفلون ويدعون الحلوى، يقولون اخذنا سبايكر، ونحن كنا نتجول فرحين بالنصر يوم تكريت عندما تحررت من جرذان داعش، هؤلاء وكل من مشى على نهج ابو بكر البغدادي والعتاني وعمر الشيشاني، هؤلاء كلهم يعني هم كانوا يكذبون في مجتمعاتهم قبل سابقا، والان هم يلوون اعناق الادله ويكذبون على اتباعهم. طيب. ولكن اتضحت الصورة عند الكثير من الدواعش الآن، تصلنا أخبار من مناطق ساحل الشرقة الذين تورطوا، ولدينا أسماء الذين تورطوا وانهزموا، إلى منهم من انهزم إلى الموصل وترك داعش، ومنهم من ذهب إلى تركيا بعد أن وصل إلى قناعة أن هذا الفكر هو فكر نتن وفكر دموي يريد قتل الإنسان العراقي لا غير. سيد روضان، يعني أنت قلت بأنه ربما في الأسبوعين المقبلين سيتم تحرير منطقة الساحل الأيسر من الموصل، تعتقد بأنه اليوم القوات الأمنية تملك العدة والعدد الكافي لاقتحام الساحل الأيمن تحديدا منطقتي البعاج والقحطانية واللي تعتبر أحد مقرات أبو بكر البغدادي؟ أختي العزيزة، أنا من خلال منبر قناة سامراء أطالب وأناشد السيد القائد العام للقوات المسلحة. نعم. والتحالف الدولي، هذا التحالف الذي هو على الورق مع الأسف صوريا إلا ب يعني القصد من هذا الكلام اللي بتتكلم به أنه اليوم التحالف الدولي لا يقدم مساعدات كافية، لا يسند الجيش العراقي بمعركته في الموصل؟ مع الاسف، ومع الاسف يعني التحالف الدولي وخاصه امريكا يعني هي الوحيده الان هي التي على الارض تقصف يعني قصف بسيط جدا لا 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 لا, لا يمثل الطموح، وطيران الجي هو الان مفرق مع ابناء الحشد الشعبي كون ايضا معركتهم ليس بالهينه معركه الاحفر، ففي اكثر المرات يعني اسمع من قائد عمليات صلاح الدين واسمع من مقربين من قائد عمليات الموصل وضباط يقولون ليس هناك تعاون يحتوي على مستوى عالي ما بيننا وما بين الامريكان، هناك اهداف مرسله الى العمليات المشتركه منذ اكثر من شهرين الى اهداف داعشيه في الموصل وكذلك في الساحل الايمن من الموصل وفي الساحل الايسر من الشرقات، الى هذا اليوم هذه الاهداف لم تعالج، فبإمكان أمريكا وبإمكان فرنسا وبإمكان بريطانيا أن يبعثوا طائرات سيارة وترصد أهداف الداعشية، أي سيارة تسير ومن على فوقها أحادية أو مسلح ملثم، وهذه التقنية يرون كل الدواعش بصورتهم الحية، ومن ثم يعالجون الأهداف ويخلصون هذا البلد الذي هو الآن هو خط صد للعالم. ما حدث في ألمانيا البارحة أختي العزيزة وما حدث في تركيا البارحه كلها انعكاسات طيب. لما في العراق سيد روان يعني من نعم. من تخبطات امنيه ايضا كان هنالك اليوم تصريح للسيد هادي العامري بانه الحشد الشعبي بنى علاقات طيبه مع الاهالي في المناطق المحرره، يعني بهذا التصريح هل هنالك من يشكك اليوم في العلاقه بين الحشد والاهالي في المناطق المحرره ام ماذا؟ اختي العزيزه، انا حتى
اكون صادق واكون مهني وانقل المعلومه بكل مهنيه وبكل امانه. يحدثني البارحه رجل من ابناء منطقه الشبان قال طلب من ابناء الحشد الشعبي ان نترك منطقتنا. انا اقدم عذر لابناء الحشد الشعبي ما دام كان الاسلوب بطريقه سهله وبتوفير سيارات، كون هذا العدو اخت العزيزه هو عدو يعني مجرم وعدو يستطيع ان يختفي بالنساء ويستطيع ان يختفي مع العوائل. لو كان العدو لدوله معينه ونحن نعرف هذه الدوله ولغتها لكان الامر سهل، اما اذا كان الداعش ربما يكون هو ابن الشبان ولكن يؤمن بفكر الارهاب من ثم يكون القوات الامنيه تكون عرضه للخطر. ولهذا قال بعد ان دخلونا قبل يومين من الان تحررت الشبان وعادت الى ارض الوطن، وفروا لهم سيارات ومن ثم ذهبوا بهم الى مناطق جنوب الموصل والى المخيمات. هذه الحرب اخت العزيزه هي حرب صعبه جدا على مستوى العالم، والبارحه قلت لك في المانيا كلها دخلت انذار من وراء واحد حادث دهس، فما بالك خطوط صد ما بيننا وما بين الارهاب وقصف متبادل الان في الشرقاط. هذه المدينه التي ظلمت ظلم كثير من قبل الحكومه العراقيه كون ابنائها ابطال واشداء سواء كانوا من الساحل الايمن او الساحل الايسر، لا زال هذا السحل الايسر فيه شراذ من الدواعش وعدد منها يتجاوز 15 نفر من مشتاقهم الامنيه وغيرهم من هؤلاء البارزين المجرمين البارزين. على الحكومه العراقيه ان تسهل بعمليات الحويجه اولا ومن ثم عمليات الجويه والانسحاب والسحل الايسر حتى نخلص من الارهاب ومن لفه من الارهاب. اما عمليات الموصل تسير بكل ذكاء وبكل حنكه عسكريه. نطالب القائد العام للقوات المسلحه بارسال تعزيزات الى الموصل ليس خوفا من داعش ولكن لمسك الارض، وعلى اهالي الموصل الابطال من كل مكوناتهم ان يذهبوا الى معسكرات التطويع سواء كانت في سبايكر او في بغداد حتى يمسكوا الارض مكان ابطال جهاز مكافحه الارهاب والفرقه التاسعه وباقي الصنوف والدروع الموجوده في داخل الموصل. طيب لننتقل الى يعني الى محور اخر وهو محور الشرقاط، هنالك انباء وهي طبعا انباء صحيحه عن توقف العمليات العسكريه في الشرقاط تحديدا ايضا في الساحل الايسر منذ اسبوع بسبب اصابه قائد عمليات صلاح الدين السيد جمعنات باصابات معينه ما ادى الى توقف العمليات. تعتقد انه موضوع توقف عمليات بهذا الوقت بالذات يقابله أعداد من داعش وأيضا أعداد من عوائل محاصرة تنتظر المساعدة من القوات الأمنية يصب بمصلحة يعني بمصلحة سير العمليات بهذا الوقت بالذات؟ أختي العزيزة كان لي لقاء مع السيد قائد عمليات صلاح الدين. نعم. الفريق الركن جمعنات سعدون، وحقيقة هذا الرجل يعني سمعت منه كلام عظيم. قال والله يا أستاذ رمضان بإمكاني أن أدير العمليات وأنا في مقري في تكريت، ولكن لا يهدأ لي بال ولا يهدأ لي قرار حتى أكون أنا في المقدمة. ومع الأسف السيد قائد عمليات عندما كان في خط الصد لمنطقة قنعوص وإذا بأحد المجرمين من الحواضن من الموالين لداعش وإذا به يرسل إحداثيات تواجد قائد عمليات صلاح الدين. هذا الرجل يقول ما أستطيع أن أجلس في مقر عمليات صلاح الدين في اي حال من الاحوال، وكل معارك بيجي هو الذي كان يقف على خط الصد. نعم اصابته سيد الفريق كانت يعني فيها شيء من الخطوره، اصابه براسه ولكن تتماسك من الشفاء لانها يعني سهله ان شاء الله، وكذلك في يده. سبب توقف عمليات السحل الايسر اخت العزيزه حتى اكون امينا بمعلومتي هو عدم وجود اشخاص مهيئين ان يمسكوا الارض. طيب يعني بهذا الموضوع هل تعتقد كون الفشل الموجود سيد روان يعني بهذا الموضوع اليوم هل تعتقد انه من مصلحه ان يمسك الارض بعد تحرير عمليات صلاح الدين؟ طيب سيد روان هل تعتقد انه اليوم من مصلحه يعني التقدم الامني، من مصلحه هنالك عوائل محاصره، من مصلحه اعداد كبيره من داعش موجوده لا زالت في الشرقاط، ايقاف عمليات عسكريه، هل يعني من الضروري اليوم ايقاف العمليات العسكريه؟
أخت العزيزة قلت لك يعني العملية العسكرية وهي لم توقف خلينا نقول رسميا كما يعني يكون هناك إخبار، لكن التقدم العسكري توقف سيد روبان العامة للقوات المسلحة سببت توقف العمليات، يعني حتى أكون أمينا بعد أن حرروا 8 قرى قريبة من منطقة كنعوص، حرروا شيالة ومناطق من جمالة عمق الهواء، وإذا بالفريق بنفسه يعني يصاب في أرض المعركة. كان هناك شيء من التركيز وشيء من المحافظة على 8 قرى التي تحررت من السحل الأيسر، الآن لم يبقى من السحل الأيسر إلا منطقة يعني جزء قليل من منطقة قنعوص وكذلك اليشل والزيارات إلى المنطقة الحقنة، وهو الخريطة التابعة إلى عملية صلاح الدين تصل إلى منطقة صباح، هذه الحدود ما بين محافظة كركوك وما بين محافظة صلاح الدين. العملية لم طيب يعني كيف تعلق على الدور المقدم اليوم من قبل جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تحرير الموصل؟ يعني سيما هنالك أنباء عن ربما بعض الانسحابات التي قد تحصل من داخل جهاز مكافحة الإرهاب بسبب حجم الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها، ما مدى صحة هذه المعلومات سيد روضان؟ هذه أخبار يعني غير واقعية. أي أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وخاصة يعني الفرقة التي يقودها السيد معن السعدي وكذلك السيد عبد الوهاب الساعدي وعبد اللطيف الأسدي، هؤلاء مدربين يعني تدريب راقي جدا، وهم من يحررون كل هذه المناطق، وكل الذين ترونهم يأتون بعد الانتصارات هم يأتون لمسك الأرض، أما الأبطال فهم مهنيين أمثال رائد سلام وغيرهم من الأبطال الذين يجيدون حرب العصابات، وأصبح عندهم رؤية الداعشي أمر طبيعي جدا كونهم انتصروا عليهم في الأنبار وانتصروا عليهم في صلاح الدين وانتصروا عليهم في ديالة. فأنا أطمئن أن أبناء جهاز مكافحة الإرهاب هم أقوى وأنبل وأشع من الدواعش، رغم أن هناك قسم من الدواعش محاربين عندهم شيء من الحنكة سواء كان أوروبي فرنسي ألماني من أي دولة كانت، ولكن عند أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وعند الغيرة التي يحملونها هؤلاء الأبطال لا يستطيع أن يقف هذا الداعشي، وهذه كلها إعلام كاذب وعمل الطابور الخالص الذي يريد أن يعمل إشاعات ل لخفض المعنويات عند أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. بسؤال أخير سيد روضان، بحسب اعتقادك ما هي الوجهة القادمة للجيش العراقي وكل الجهات المشاركة بعملية تحرير الموصل؟ أختي العزيزة، أنا من خلال منبركم أطالب السيد حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة أن يأمر بتحريك الجيش من منطقة الفتحة، وكذلك يؤمر بتحريك الجيش بعد ابلاغ وزاره البيشمركه من مكتب خالد ومن ملا عبد الله ومن حقل علاس، وكذلك القوات الموجوده على طريق بغداد موصل ان تنزل الى الزويه، وكذلك القوات الموجوده في خط الصد منطقه قنعوص ان يعطي عمليه وساعه صفر تحديدا لهذه المناطق، لاني سمعت من السيد قائد عمليات صلاح الدين قال طلبت من القياده العامه للقوات المسلحه ان يعطوني 3 ألوية، ولكن الظروف التي يمر فيها البلد ولسعه مع حجم معركه الموصل لم احصل الا على لواء واحد، فانا اطالب السيد العبادي ان 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 ان, أن يرسل الجيش الموجود في جنوب العراق من افواج شرطه اتحاديه ومن ألوية وكل الحشود، نحن كأبناء الشرقاء موافقين ونقسم بالعشرة أن يأتي أبناء الحشد الشعبي الذي يصل تعداده إلى 150 ألف مقاتل، نعم، أن يحرر الحويجة وأن يحرر السحل الأيسر من الشرقاء حتى نخلص من الإرهاب وأهله. أنا أكرر أختي العزيزة وأقول لكم معلومة الآن يتصلون بي من داخل السحل الأيسر، والله يقولون نأكل خبز، رغم أن هناك بدأت تصل مواد ولكن لا زالت. نعم سيد روضان شكرا لك. هناك طفل الان مصاب بالجفاف، ان تاخرت العمليه اكثر من 7 أيام سوف يموت هذا الطفل مع بقيه الاطفال الذين يموتون الان في السحر
الاهل ليس ظروفهم مساويه. بالتاكيد يعني نحن نضم صوتنا الى صوتك ونناشد الجهات المعنيه بالتقدم سري يعني للقوات الامنيه داخل المناطق التي لا زالت تحت سيطره داعش. السيد روضان الشهر، شكرا جزيلا لك، محلل استراتيجي، شكرا جزيلا لك سيد روضان ولكل هذه المعلومات اللي قدمتها لنا لهذا اليوم. إذا مشاهدينا، احنا دائما نشيد بحجم الانتصارات اللي قدمها الجيش العراقي، اللي قدمها كل صنوف قواتنا الأمنية، وذلك من أجل تحرير مناطقنا من داعش، وبالتالي نزف بشرى النصر النهائي لكل محافظتنا العراقية. أيضا ما ننسى أنه الدور اللي تقدمه جهاز مكافحة الإرهاب، قوة جهاز مكافحة الإرهاب، وننفي الأخبار اللي قالت بأن هنالك انسحابات داخل جهاز مكافحة الإرهاب. سيد روضان كذلك علقنا وأكدنا لا صحة لهذه المعلومات التي أفادت بهنالك انسحابات داخل جهاز مكافحة الإرهاب. أيضا دائما نقولهم للأهالي الله يعينكم، وأكيد إحنا دائما قلوبنا معاكم، وإن شاء الله النصر لنا ولكم قريب. إذن مشاهدينا بهذا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.